في أكبر إحصائية تعلن عنها منذ سنوات، هيئة النزاهة تسترد وتمنع هدر نحو 5 مليارات دولار، فضلا عن ربع تريليون دينار عراقي. هذه الأموال تمت استعادتها بعد النظر بأكثر من 25,000 بلاغ وإخبار خلال النصف الأول من السنة الحالية بحسب تقريرها الرسمي. هذا التقرير الفصلي لهيئة النزاهة فيه إشارة كبيرة إلى أن نشاطها أيضا ارتفع على مستوى التحقيق، بحيث هذا العدد الكبير من الوزراء ومن بدرجتهم والدرجات الخاصة وبعض المتهمين الآخرين في قضايا متعددة، يؤكد أن هيئة النزاهة بدأت تخطو خطوات واضحة في هذا المجال. التقرير النصفي للنزاهة ذكر أيضا أن عدد المتهمين المحالين على محاكم الجنح والجنايات بلغ أكثر من 1775 متهما. قانونيون أكدوا أن دور هيئة النزاهة في الكشف والتحقيق انتهى، وحان دور الممثلين القانونيين للجهات المتضررة من أجل إدانة المتهمين في المحاكم المختصة. قضاء المحاكم، القضاة يعانون من أن الأركان الجريمة متحققة، الضرر الحاصل، الأموال مستحوذ عليها، ومع ذلك يأتي ممثل دائرة ويقول لا نطلب الشكوى. ممثلي جهات ذات العلاقة في مثل هذا القضاء يجب أن يكون منصفين وعادلين بحيث يطبقوا القانون بشكل صحيح. أموال عادت إلى الخزينة العامة ومتهمون خلف القضبان بعد تفعيل هيئة النزاهة إجراءاتها في تعقب الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، وسط تأكيدها على المضي قدما بعملها للحفاظ على المال العام. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.